طيب هلا بدنا نحكي عن الكوست فانكشن، اللي هو الكوست فانكشن باستخدامه بدنا خلينا اول شيء ناخذ شو هو الكوست فانكشن. احنا عندنا باراميترز، صار عندنا باراميترز اللي هو مثلا 4 باراميترز، وكل واحد في المعادله حطينا لهم طبعا 4 يعني عدد الباراميترز وعدد الفيتشرز يعني، وبدنا نلقى الثيتا تبعتهم. يعني مثلا انا عندي هون 1 باراميتر اللي هو اكس، فحطيت ثيتا 1، فبدي اتنبأ على ثيتا 1 وثيتا 0. هلا بعطيكم كم مثال عشان نشوف هل المعادله او الخط الاخضر هذا او معادلته كيف بنقدر نعرفها. يعني انا رسمته هون بالعين مرسوم، بس لو انا برنامج بده يرسمه وين بده يرسمه؟ خلينا ناخذ امثله. تخيلوا لو هاي زائد 1.5 زائد 0، يعني هاي ثيتا 0 تساوي 1.5 وثيتا 1 تساوي 0، وين بتطلع المعادله؟ وين بتطلع رصد؟ وين تتوقعوا بده يطلع؟ عند 1.5 بده يطلع بالضبط. هذا هيك في شيء ما شدوش لفوق ولا تحت، فبيطلع هون. طب لو عندي هاي تساوي هاي تساوي صفر، ثيتا زيرو تساوي صفر وثيتا واحد تساوي نص، وين بيطلع؟ اوبس سبكني هذا. وين بيطلع الخط؟ بيطلع ببلش من هون، لان هاي ثيتا زيرو تساوي صفر، بلش من هون، والنص بيطلع بالضبط، بيطلع هيك مايل للنص. طبعا لو انه لو بدنا اياها تطلع بالنص هون، يعني هون ارسمها شوي، كان هاي تساوي صفر صفر وصفر، يعني اكس تساوي واي كان تطلع بالنص لو زاوية 45 درجة. طيب لو عندي هاي ثيتا صدق واحد دكتور، لو انها واحد واحد صحيح، انا كنت صفر، متأسف انا كنت صفر، يعني واحد، لو انه لو واي تساوي واي تساوي اكس، لو ان هالمعادله هيك يعني معناها ايش؟ ثيتا زيرو صفر وثيتا واحد واحد، كان طلعت بزاويه 45 درجه، خطي انا مش مستقيم، كان طلعت بزاويه 45 درجه. طيب اذا ثيتا واحد تساوي واحد وثيتا واحد تساوي نص، وين بيطلع الخط؟ الواحد يعني اللي هي ثيتا زيرو، هذول اللي لهم علاقه بايش؟ وين بلش المنحنى؟ من وين يبلش؟ فهذا تبلش من هون، الثيتا واحد تبلش من هون، والنص ميله شوي، فبيطلع مايل هيك، يعني هو نفس هذا المنحنى بس رفعناه لفوق. هاي امثله على ايش؟ على ثيتاز. طيب انا اللي بدي اياه، قلنا انا بدي اعطيكم تريننج داتا واعطيك المعادله فيها ثيتا زيروز، ثيتا زيروز، الثيتا بتأسف الثيتا، بعطيك الداتا، الداتا بدك تتخيلها، الداتا يعني هاي هيك اللي بكتب فيه انا اليوم مش ظابط معي ليه، حاول ارسم، انا بعطيك الداتا بعطيك اياها وانت بدك ترسم المعادله، يعني انا بعطيك اياها وبعطيك المعادله، بس الثيتاز عندي مالها مش الثيتاز بتكونش معطي. هاي المشكله، انت بدك تلقى لي الخط هذا وين بالضبط بده يمرق، هذا الخط كيف بده يمرق؟ خلينا نشوف. يعني تخيلوا انه انا عندي هذا الخط، عندي هاي القيم، قبل ما ارسم الخط الاخضر فوق، انا بدي هالقيم هاي اللي هون هي اللي تحدد وين الخط. طلعوا انا بدي اقول لكم شو الكوست فانكشن بالطريقه البلديه زي ما بقولوا، وبعدين نفسره. تخيل هاي عصات ميكنزي، معلش للمثال،
وتخيل هذول اللي انا برسم من هذول الخطوط اوبس هذول عباره عن خيطان هذول خيطان هذول عباره عن خيطان برسم خيط من كل نقطه بالداتا لا لهاي الخط الاخضر العصات الميكنز عارفين انا شو بدي انا بدور على ميلان للخط بحيث يكون مجموع طول الخيطان اقل ما يمكن مجموع طول الخيطان يكون اقل ما يمكن يعني كيف يعني بنخلي الخطأ أقل ما يكون الريزيدجوال الخطأ بدنا نخليه أقل ما يكون بالضبط يعني هاي المعادلة اللي بتخلي المعادلة هاي بتقول طول الخط تربيع طول الخط بين نقطة طول الخط ريزيدجوال لوحدي طول الخط لوحدي يعني مجموع طول الخط تربيع مجموع هذولا على أو ضرب واحد على عدد هذول النقاط واحد على اثنين ضرب هذول النقاط يعني إذا هذول النقاط 100 معناته ضرب 50 هاي معادلة هاي نسميها cost function هاي المعادلة معروفة على فكرة مش بس بالماشين ليرنينج هاي المعادلة معروفة بكثير علوم وكثير زي اللي مش متذكر حتى بالماركتينج بيعرفوها اسمها الكوست فانكشن فهاي المعادله بتطلع لي او يعني هي بسموها ذا سكويرد ايرور فانكشن في ناس بسموها ذا سكويرد ايرور فانكشن اللي هي بتقلل لي الخطا او بدنا نقول بمصطلحاتنا اليوم لليوم اللي هي بتعطيني قيم ثيتا 0 ثيتا 1 يعني ميلان ايش الخط اللي بدي اياه طبعا انا هون عندي متغير واحد ثيتا واحد وثيتا زيرو دائما موجوده فعندي هون متغير واحد طبعا ممكن يكون عندي اكثر من ثيتا لانه ممكن يكون عندي اكثر من متغير ففكرتنا اليوم وهي المشكله بعلم لما نيجي ندرس اللينير ريجريشن انه احنا بدنا نحدد الثيتاز بدنا اياها تكون اقل ما يمكن أقل ما يمكن بحيث إنه يطلع طبعاً الواي مزبوط يعني بدنا هنختار ثيتا 0 ثيتا 1 so that h of x هذا هو h of x يكون تقريباً يساوي الـ actual value عند كل واحد يساوي الاكتوال فاليو عند كل واحد واي يساوي واي اللي هي الواي تخيلوا انه في هيك تخيل انه في واي موجود وانت بتعرف شيء انت بدك تلك اتش اوف اكس اللي اقرب شيء على واي اقرب شيء على واي هلا طبعا ان الكاب بالضبط هي مش اور جول يعني احنا ما بدناش الكلام بالضبط انها اكس انها اتش تساوي واي اتش اوف اكس انها تساوي واي بالضبط اصلا غلط شو يعني اتش اوف اكس تساوي واي طلعوا هاي طلعوا الخط هذا مركت منهم كلهم مثلا هذا الخط الاحمر اللي رسمته لا يساوي الخط الاخضر طبعا بس انا ما بديش الخط الاحمر لانه الخط الاحمر ماله الواقع مش هيك يعني هذا بيمثل القيم اللي انا جيت عليها بجوز انه يبقى غلط انا بدي تقريبا وعمدا هلا ليتر بشرح لكم انه في شيء اسمه اوفر فيتنج واندر فيتنج وانا ما بديش 100% هلا فدورنا اليوم انه نتعلم الكوست فانكشن انه في اللينير ريجريشن كيف بنحسب الكوست او كيف بنحسب الثيتاز هلا اخرى مره عشان to understand the cost function بس to understand it خلينا نجرب different values من ثيتاز تخيلوا انه هذا هو الفانكشن اني انا اعطيته ثيتا 0
وأعطيته ثيتا واحد. شو علاقتهم في بعض؟ يعني أنا هون شو علاقة ثيتا زيرو بثيتا واحد؟ علاقة الثيتاس في بعض. عشان أفهمها خلينا نعمل خط هون بس مؤقتا ونتطلع. هلأ إذا عندي هذول القيم هون، يعني إذا بدي أجرب، إذا هاي زيرو واحد، افرض إنه هذا طلع، أنا بحكيش على H، هاي مش H، هاي J، J اللي هو الكوست فانكشن. إذا J الكوست فانكشن وأنا بدي أرسم هذا الخط، معناته شو بيطلع ال 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 يعني إذا عندي هاي شو تساوي؟ هاي ثيتا زيرو وهاي ثيتا واحد، بدي ألك على كتل ثيتا واحد. معناته بالضبط إذا بطبق الفانكشن عليهم معناته بيطلع صفر. معناته عند الصفر عندي هون الصفر والواحد. طيب هون إذا هون صفر وناقص نص شو بيطلع عندي هون؟ بيطلع عندي، خلينا نحسبها نشوف كده بيطلع. طلعوا هذا الفانكشن منين جبنا؟ حسبته، حسبت المعادلة الإيش اللي أخذناها قبل شوي اللي هي هيرجع لها معادلة الكوست فانكشن. هاي من هاي المعادلة أنا كاعد بطبق في إيه؟ بطبق في هاي المعادلة. منتبهين أنتو؟ أنا بطبق في هاي المعادلة. فهون أول مرة طبقتها وطلعت المعادلة، طبقتها وطلعت القيمة كديش كانت صفر. طبقتها كمان مرة على صفر ونص وطلعت كديش القيمة، طلعت 68% اللي هي إذا بدي أرسمها تحت برسمها هون. طيب افرض إنه الثانية هاي عند طلعوا هاي 68، تخيلوا اللي هو بيعبر عن طول خطوط الزرق هذا. طب إذا صفر وصفر شو بتطلع؟ تساوي 2.3 بالعشرة. هيك يعني هيك إذا ظليت أكمل وأبدل بالقيم شو بيطلع عندي شكل المنحنى تحت هون؟ بيطلع عندي زي هيك. شايفين؟ دكتور إحنا بنعرف ميل الخط عن طريق التان، تان الواحد بيطلع 45، تان الانفرس للواحد بيطلع 45، الزاوية 45. ميل الخط عالتان أنا يعني هيك بتوقع. بعرف شو قصدي. مثلاً كان الانفرس للنص بيعطيني الزاوية 30 اللي هو الزاوية بين خط X. استنى شوي. أنا قاعد بتعلم مش بـ H of N، أنا قاعد بتعلم، قاعد بطبق بإيش؟ بالJ اللي هو الكوست فانكشن. قاعد بس بلقى علاقة ثيتا زيرو ثيتا واحد بس. أوكي. فأنا عندي هون يعني إذا ضبطته كثير، أنا طبعاً عندي بس متغير واحد، أنا بطبقه قدامكم عندي متغير واحد بس اللي هو سعر الشقة، فيتشر واحد. خلينا نقول عندي متغير واحد يعني عندي سعر الشقة one feature. فبدي سعر عشان متأسف مش سعر، المساحة، عندي مساحة الشقة. فأنا عندي مساحة الشقة وبدي ألقى إيش السعر تبعها. بس أنا معادلة إنه السعر يساوي ثيتا زيرو زائد ثيتا واحد ضرب المساحة. ثيتا زيرو ثيتا واحد هم اللي بدور عليهم. شو علاقتهم في بعض؟ لما درست علاقتهم مع بعض الكيد انه علاقتهم مع بعض تمثل بهذا المنحنى، اقل قيمة بهذا المنحنى هي احسن واحدة. فمنقول given training data the best value of ثيتا واحد تطلع هون. ف but this figures plot ثيتا واحد the problem becomes طبعا كل ما زادت عندي الفاريابلز يعني ثيتا بزبطش. هذا اللي قاعد اسوي فيه هلا جايين للموضوع اذا عندي اكثر من فاريابل. فاذا خلينا بس نتذكر احنا عندنا هايبوثيسيس
عندنا لها تو باراميتر. طبعا هاي الهايبوثيسيس فانكشنز غير فيش عندي الا متغير اكس واحد. في تو باراميتر, في عندنا تو ثيتاز نستخدم له الكوست فانكشن عشان نلقى اقل اقل قيمه فيها علاقه اقل وحده بين ثيتا 0 وثيتا 1. طب اذا عندي اكثر من اكثر من متغير اكثر من ثيتا, يعني عندي تو فاريبلز, اذا عندي تو فاريبلز بيطلعش تو دايمنشن العلاقه بين الثيتاز. اذا عندي تو فاريبلز معناته عندي ثلاثة ثيتاز, يعني 3 دايمنشنز. طب وين اقل وحده؟ انا طبعا بدور على اقل وحده, طلع وبيطلع الشكل هيك. طيب وين اقل وحده؟ تحت بتطلع. طيب طبعا اذا عندي 2 دايمنشن بقدر اخليهم, اذا عندي 3 دايمنشن بقدر اخليهم 2. هاي ها عملنا ريدكشن للدايمنشنز هون. هنا مثلا تخيل عندك هاي الداتا, وهاي بطلنا نتعامل مع, يعني بطلنا نتعامل مع هذا الشكل الثلاثي الابعاد, نتعامل مع كثنائي الابعاد اللي هو هذا. يعني مثلا هاي علاقه ثيتا 0 وثيتا 1 اللي هو لهاي سعر الشقة كديش بيكون هون جوز 700, متأسف مساحة الشقة وسعرها كذا كذا بعرفش كديش. فأنا لثيتا 0 وثيتا 1 بده يطلع, بيطلع شكل المنحنى هيك. لو انها بطلت هون, مش هون الثيتا 0 شايفين, هنا حطيتها هون. طب لو بدي انقلها هون, هون يعني قربتها, بيطلع الشكل هيك. إذا قربت أكثر بيطلع هيك. أنا هدفي ألقى أقل إيرور, أقل نسبة إيرور. شو يعني أقل نسبة إيرور؟ أنا اللي بعطيني إياها, بعطيني إياها مين؟ الكوست فانكشن, الكوست فانكشن. فإحنا مشكلتنا بالكوست فانكشن, مشكلة الريجريشن من كذا مشكلتنا اللي بنحلها هي الكوست فانكشن. إنه يعطيني أقل ما يمكن من يعني اقل فاليو, اقل نسبه ايرور, على اساس انه اقل نسبه ايرور. او تذكروا مثال العصا والمربوطه بخيطان, وانا بدي اصير اميلها اقل وحده. طبعا هذا بتو دايمنشن. تخيل ثلاث نفس, تخيل حال, تخيل عصا بدك تعوجها سلك, تعوجه برضه يطلع اقل شيء. طيب واذا اربعه واذا خمسه دايمنشنز, واذا جزء الف دايمنشن, مش مشكلة. هلا هذا الإشي طبعا للأسف يعني طبعا بدنا نحسبه آليا. أخرى شوي بجزء الثاني المحاضرة بدي أورجيكم إنه هذا ما بنحسب, مش ممكن حسابه 100%, مش ممكن نلقى أفضل إشي. فإحنا نستخدم الجريديانت الإشي ألغوريثم معين, هو اللي بالكالي أقل قيمة, هو اللي بحسب لي الكوست فانكشن اللي بنسميه gradient descent algorithm.